السكر الأبيض بطبيعة الحال هو معدل الاستهلاك اليومي من هذه المادة تقريبا 1000 طن في اليوم. 1000 طن هذه منقسمة تقريبا 50% بين الاستهلاك العائلي و 50% بين الصناعي والحرفي. احنا تحذيرا لشهر رمضان توجهاتنا هو توفير هذه المادة، وصلنا حتى زيادة ب 40% بداية من الأسبوع الفارط 13 مارس، قلنا نزيدوا تقريبا نلبوا كافة طلبات المواطن، وبطبيعة الحال بالتنسيق مع زملائنا في المراقبة الاقتصادية وكذلك مراكز الخزن للديوان الموجودة في كامل تراب الجمهورية، ووصلنا حاليا إلى تقريبا 1400 طن في اليوم، 50% تقريبا استهلاك العائلي. كما تعرفوا السكر للصناعيين والحرفيين يتباع في أكياس ذات 50 كيلوغرام، وبالنسبة للمواطن في زوز أنواع، في معناها المعلب في 1 كيلو تقريبا، عندنا توا طاقة إنتاج يومية في حدود 140 طن في اليوم، والباقي بطبيعة الحال يتباع براك معناها سائل. وبطبيعة الحال الكمية هذه باش نتواصلوا إلى آخر شهر رمضان. بطبيعة الحال احنا على ذمة كما قال توا سي حسام، أي منطقة أي جهة معناها تحس موجود معناها نقص في المادة هذه ما فيش حتى إشكال، إلى غاية إن شاء الله شهر نهاية شهر رمضان. المخزونات الحالية اللي عندنا تقريبا 10,000 طن موجودة وتقريبا تغطي استهلاك 10 أيام. كذلك عندنا حمولات من القطر الجزائري، عندنا شحنة ب 25,000 طن، مازالت منها 7,000 طن، معناها تقريبا يوميا قاعدين نفرغوا في الشحنات هذه. كذلك عندنا باخرة محملة ب 30,000 طن، منها 5,100 تم معناها انزالها على مستوى الميناء جابس، باش يتم هذه تزويد 5,100 طن بها الجنوب، منطقة الجنوب، وال 25,000 طن الثانية باش يتم انزالها في ميناء بنزرت. معناها الشاحنة وصلت الباخرة، سامحوني، وصلت البارح، وان شاء الله باش يتم معناها تفريخها تباعا معناها تقريبا. وعندنا كذلك شحنة أخرى ب 7,700 طن من المنتظر باش توصل يوم 23 مارس، ومعناها المجموعة متاع الكميات هذه تقريبا تغطينا تقريبا 50 يوم من الاستهلاك. كذلك عندنا باخرة وصلت ديجا في ميناء بنزرت محملة بالسكر الخام. السكر الخام هذه يتم تزويد الشركة التونسية للسكر بباجة، يتم تكريره وبالتالي يتم تحويله إلى السكر الأبيض. تقريبا الشاحنة الباخرة هذه محملة بتقريبا 27,000 طن، بالإضافة إلى مخزونات زادة موجودة تقريبا 8,800 طن. الكميات هذه الكل باش يتم تقريبا استخراج 34,000 طن من مادة السكر الأبيض، باش يتم إن شاء الله تزويد السوق بها. كما قلنا معناها بالنسبة لمادة السكر وما عندنا حتى إشكال، وتم معناها التنسيق مع الإدارات الجهوية والمراكز الخزن متاع الديوان باش يتم تلبية كافة الطلبات، بطبيعة الحال مع ضرورة اليقظة، لأنه في استعمالات أخرى لهذه المادة بالتنسيق مع زملائنا في المراقبة الاقتصادية باش يتم معناها، لأنه فما شكون يوجه في بلاصة معناها. احنا قاعدين نقوم بمجهود جبار لتوفير المادة هذه للمستهلك، إلا أنه فما شكون معناها يستعمل في المواد هذه في أغراض معناها صناعية أو حرفية. كما تعرفوا رمضان فيه عنا الحلو، عنا المخارق، عنا الزلابية، وعنا القطو، وعنا كذا، دونك في معناها المخاطر هذه بالنسبة لمادة السكر.